انتهت راح. لست واثقا، ولكنني أظن أنه مركز لتدريب لاعبي بيد الظلام الجدد. أيها المجرم. عليكما أن تسرعا لتحرير تينا قبل أن يكتشفوا دخولنا إلى مخبئهم. لن أسمح لك بأن تواجه أختك الصغيرة يا وان. فعلى الأخوة أن يتحابوا ويتكاتفوا، لا أن يتقاتلوا أيها الأهوج. أنا من سيقاتل في هذا النزال، ولكن إن تغلبت على تينا فستتركها تعود مع شقيقها إلى المنزل. ماذا؟ لعبة البيدة ليست لأجل الاقتتال والتسبب بالدمار، إنها لعبة ندافع بها عن الأبرياء ونساعد بها الأصدقاء ونتكاتف معا لنحقق من خلالها العدالة. أخي فلنرحل، لا أريد أن تؤذى بسببي. لا تقلقي يا أختي. الآن الكرة النارية. لا تزال لدينا مفاجأة. هذا صحيح، ونحن نحتفظ بها للأشرار أمثالك خاصة. مفاجأة. تينا، أنت بخير تينا؟ وان، ودمر مكان التدريب الخاص بي، حتى الفتية الذين كنت أحصل على قوايا منهم تحرروا أيضا. يا ماتو، لن تنجو بفعلتك هذه.